السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورك بوك بيج 44 صفحة 44. Look at the pictures and write questions. اكتب زر الصور وهنكتب سؤال وجواب. How long have you had that watch since September؟ كم الفترة اللي انت امتلكت فيها هذه الساعة؟ اين مكتوب سبتمبر؟ فاحنا هنكتب since September. هنقول له how long have you had this shirt؟ How long have you had this shirt؟ يعني انت من امتى كان معاك القميص ده او التيشيرت ده؟ هيرد هيقول له since last week، منذ الاسبوع الماضي. ما ينفعش هنا ناخد فور خالص لان ده مش فترة زمنية. طيب هذا منزل، اقول له هاو لونج، هاو لونج هاف يو ليفد. هنستخدم يعيش لان هو عايش في المنزل. هاف يو ليفد ان ذيس هوم او هاوس. ممكن نقول له هات برضو How long have you lived in this house؟ أقول له هنا عندي 10، 10، يبقى هناخد 4 10 years، لمدة 10 سنوات. الكتاب دوت ده ديكشنري، قاموس. هقول له how long، هقول له انت من امتى بتستخدم القاموس، يبقى how long have you used a dictionary؟ ما هي المدة التي أنت استخدمت فيها قاموس؟ فبنعمل نستخدم how long، يجي وراها have، بسأل you، بنستخدم تصريف فعل في التصريف الثالث، واسم الدكشنري قاموس. هو هنقول له هنا آدي كأنها one، يبقى هنقول four لمدة سنة واحدة. نمبر 5، هنقول هنا دي واتش، ساعة يد او رينج، خاتم. هقول له هاو لونج هاف يو، نحفظها كده هاو لونج هاف يو، هاو لونج هاف يو. هنا لو انا بسأل يو بنستخدم هاف، لو انا بسأل هنا شي او شي يبقى هنقول هنا هاز. خلاص، how long have you had this ring؟ ليه هنا خدت had؟ لان ده الفعل الرئيسي في التصريف الثالث، امتلكت فعل الملكية هذا ايه الخاتم، امتلكت هذا الخاتم. هيقول له هنا 5، 5، يبقى ده هنا رقم، يبقى نقول 4 5 years لمدة 5 سنوات. السؤال اللي بعد كده write questions and answer to the statement in the box، اكتب أسئلة وأجوبة إلى الجمل في الصندوق. How long have you had your، نفس السؤال نفس الطريقة. نفس الطريقة اللي فاتت. How long have you had your camera؟ How long have you had your، هنستخدم على طول How long have you had your، ده هنستخدمها في كل الجمل. ماشي، وبعد كده اسم الحاجة اللي عندنا. السؤال التاني هنستخدم How long have you had your، your camera. قال له I've had my camera for 2 months، جاب سؤال من عنده، إجابة من عنده. استخدم فور هنا، وهنا قال له 2 months، شهرين. I don't have a camera، والتاني قال له أنا ما عنديش كاميرا. أول how long have you had your English book؟ هنجيب دي هنحطها هنا.
هيجاوب الإجابة أقول له I have had my، وبعد كده English book. هنستخدم for، لو احنا استخدمنا for يبقى نقول رقم بعضها 2 او 3، هنستخدم برضو 2 months يعني مدة شهرين. طيب هنستخدم برضو، انا بس هقول لكم how long have you had your، السؤال الثالث your ايه your favorite photo، كم المدة اللي انت امتلكت فيها صورك المفضلة، صورتك المفضلة. هو هيقول له I have had my، أنا كان عندي تركت صورتي my، بقى نحط favorite photo بقى مكانها. هنا ممكن أقول since last year، هقول since وكلمة last وبعد كده يعني منذ العام الماضي. خلاص برضه هقول له how long، هنا have you had your، ونستخدم newest profession يعني كم المدة اللي انت امتلكت فيها، كان عندك فيها وظيفتك، احدث وظيفة عندك. هيقول له I have had my، وبعد كده my newest profession، اللي جابها كده انا كان عندي وظيفتي احدث وظيفة ليا. ها يعني استخدم يا سينس يا فور، مين يقول لي؟ نقول مثلا سينس برضو لاست يير، منذ العام الماضي، يعني انا كنت شغال في وظيفتي احدث وظيفة ليا من العام الماضي وما زلت لسه شغال فيها في المضارع. ايه الاجابة الباقية؟ تبقى كده في فور تيشيرت، في فور شوز، واتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.